تصليح بس بسيط لان انا شايف الوره وكد غير طبيعي. حاجه بس عادي احنا يعني احنا الشعب المصري كده بنحب الهزار والضحك. اول حاجه انا جبت جون واحد وفي الدقيقه 40 بس انا عملت الاسيست الجون الاولاني بس انا كنت واخد انذار في الدقيقه 3 من الشوط الاولاني. انا كنت ناسي انا نسيت خالص ان انا واخد انذار لان انا اصلا نادرا لما باخد انذار في ماتش. ف الماتش كان فيه حماس وكنا خسرانين وتعادلنا وجبنا جول المكسب في الدقيقة 40. فأنا برضو بني آدم فأنا كنت بمر بظروف كتيرة صعبة. مدربين أنا ما عنديش مشكلة مدرب يمشيك بس ما أقطعش فيك من غير سبب. ولا في مدربين كتير تتكلم عليك من غير سبب. أنت مش عايز اللعيب ده ما تتكلمش عليه وحش. اللعيب ده بني آدم وعنده أسرة وعنده عيال. فبس توضيح بسيط انا خدت انذار لما لعبت التيشيرت انما كان معايا انذار في الدقيقه 3 من الشوط الاولاني كنت ناسيه. فبس حبيت اوضح حاجه بسيطه كده. شكرا.